Now we'll talk about the role of glucagon in balance of glucose in the blood. So as we know before, the glucagon will save in the liver. That's in cause of store of glucose in the liver. Glucagon acts primarily on the liver. How? By breakdown glycogen into to glucose in the process called glycogenolysis. This process will need to uptake of amino acids and glycerol to give glucose, while conversion of glucose to the glycogen. All the goal of this process to increase the blood glucose. هي العملية عكسية. إذا كان عندنا إنسولين عالي في الدم الجلوكاجون راح يكون منخفض، والعكس بالعكس. When we counter the regulation of insulin and glycogen, the actions of glucagon and insulin, as we said, as I said before, oppose each other. يعني واحد عمل معاكس للآخر. Glucagon release is inhibited by insulin. In the absence of insulin, of glucagon is released. A blood glucose concentration will never be entirely constant within human being. As there is delay between intake of glucose and the reciprocal changes. يعني مستوى الجلوكوز بالدم أبداً ما يكون ثابت. ليش؟ لأن دائماً التأخر في إعطاء الجلوكوز راح يأثر على التغيرات اللي تحدث بالدم. فوجود الجلوكاجون أيضاً يؤدي إلى إزالة راح ينطلق خلال مدة الصيام أو عمل الاكسرسايزز أو الستريس الضغط النفسي الشديد. ليش؟ لأن هم راح نستهلك الجلوكوز من الستورج اللي عندنا. الستورج اللي هو وين؟ في الكبد. فيؤدي إلى تكسير الجلايكوجين إلى جلوكوز. When glucose is needed by the muscles, يعني through the exercises, الأعمال الرياضية, أو حصول الشد العضلي أو الشد النفسي, or when glucose in the diet is insufficient, خلال عملية starvation, الصيام. هي إذا ردنا نشوف نسوي مخطط لهذه العملية, راح نشوف من يرتفع الجلوكوز أو من ينخفض الجلوكوز. من يرتفع الجلوكوز المن راح نستدعي؟ نستدعي الإنسولين من البنكرياس, فيؤدي إلى إفراز الإنسولين في الدم من البنكرياس. يرتفع الإنسولين, من يرتفع الإنسولين الأديبوز تيشو راح تأخذ راح ينخزن بيها الجلوكوز المأخوذ أو راح يتحول إلى الكبد ليفر جلوكوز أو يروح ينخزن في العضلات. هاي العملية راح تكون لوب يعني متى ما انخفض هنا راح يرتفع هنا وهكذا. هاي العملية راح بعدها راح ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم. من ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم
راح يرجع البنكرياس يستدعي الجلوكوز. من ينخفض هنا انخفض البلد جلوكوز، البنكرياس المن راح يستدعي الجلوكاجون حتى ينفرز يؤدي الى ارتفاع الجلوكاجون بالدم. في عملية الليفر في الكبد راح تجري عملية تدعى الجلايكوجينولايسيس، وبعدها راح عملية الجلوكون جينوسيس أيضا راح تتخلق، يصير عملية تخليق لهذا الجلوكوز والجلايكوجين. فبعد يعني عفوا الجلايكوجين بالليفر بالكبد راح يتحلل بعملية الجلايكوجينولايسيس ليتخلق بعدها الجلوكوز، ويرتفع أيضا تصنيع الكيتونات الكيتون سينثيسايز. بهالمرحلة هنا عندنا صار ارتفع البلد جلوكوز وارتفع الكيتون في الدم، وترجع العملية من جديد في حالة خفض الجلوكوز في الدم. بينما النيجاتيف فيدباك لوبس ان كنترول اوف بلاد هنا أنا شارح كل اللي احنا تناولناه باللوب والرسم اللي الشارت اللي شفتوه. هنا راح نسلط الضوء على دور البيتا سيلز in islets of Langerhans in pancreas that produce insulin while the alpha cells in islet Langerhans will produce glucagon. يعني هنا البيتا عملها عكس الفا، فكيف راح يصير؟ عند تناولنا للطعام بهاي المرحلة اجانا stimulus اللي هو increase insulin او العفو increase the glucose في الدم. normal blood glucose levels at 5 millimole per liter. بهاي المرحلة يا اما راح يصير ارتفاع